سألت عن ازاي ادخل مجال تحليل السلوك التطبيقي وازاي اشتغل فيه وايه السيرتيفيكيشن المفترض اقدم فيها والمتوافقة مع خبرتي مع شهادتي العلمية مع الحاجة اللي انا بعملها دلوقتي. طيب، هي البورد عملت 4 فئات. اول فئة منهم الفني السلوك المستهجن RBT، ده بيبقى سنك على الاقل 18 سنة. تاني حاجة يبقى معاك شهادة هاي سكول اللي هي ثانوية عامة عندنا. تالت حاجة انك تخلص برنامج تدريبي من 40 ساعة، والبرنامج ده بيكون معتمد، ولما تيجي تشتغل تشتغل تحت سوبرفيجن للناس، يا اما بس اي بي اي يا اما بس بي اي. طيب، الفئة التانية البس اي بي اي او محلل السلوك المساعد. الناس دي بيبقى الدرجة العلمية بتاعتها بكالوريوس من اي تخصص، هما كاتبين على البورد ان هي اني ديسبلين. تاني حاجة ان هما يخلصوا كورس وورك متوافق مع قائمة المهام الموجودة المعمولة اصلا من البورد. بيختلف البرنامج من مكان لمكان ومن جامعة لجامعة. هتكلم هنا على البرنامج بتاع فلوريدا انستيتيوت اوف تكنولوجي، وده مدة البرنامج 12 ساعة اكاديمية تقدر تخلصها في سنة. تاني شرط اللي هي السوبرفيجن اورز، وديت معناها انك تشتغل تحت اشراف حد. هم عاملين 3 انواع، نوعين منهم تحت مظلة الجامعة اللي هم البراكتيكوم والانتنسيف براكتيكوم. البراكتيكوم بتبقى 670 ساعة، الانتنسيف براكتيكوم بتبقى 500. ولو انت بقى عايز تشتغل اندبندنت فيلد وورك اللي هي يعني مستقل وبتتفق مع حد يقدر يعمل لك اشراف. تمام، مش هتكلم في الفيديو ده عن شروط الاشراف ولا شكل الاشراف ولا مين المشرف عليه، كلمة بس على عدد الساعات. هنا في الاندبندنت وورك بيبقى 1000 ساعة. طيب، بالنسبة للبيس بي اي اللي هو محلل السلوك، الدرجة العلمية بتاعته اتليست بتبقى ماجستير، يا اما في تحليل السلوك يا اما في التربية يا اما في علم النفس. و الساعات بتاع الساعات المعتمدة بتاعت الكورس وورك في اف اي تي 18 ساعة بتخلص تقريبا في سنة ونص. السوبرفيجن بتاعته البراكتيكوم بتبقى 1000، الانتنسيف براكتيكوم بتبقى 750، والاندبندنت بيبقى 1500. مع العلم ان في 2022 الدنيا هتتغير، حتى يعني عدد الساعات هتكتر يعني. طيب، الفئة الرابعة البي سي بي اي دي، ودول الناس اللي هم اوريدي معاهم دكتوراه، مطالبين بان هم بعد ما يخلصوا البي سي بي اي بتاعتهم ان هم بيعملوا يعني براكتيكوم اكتر، عدد ساعات اكتر، وكمان ان هم يقدموا ابحاث في مجلات علمية معترف بيها. معظم البرامج الموجودة بلغات تانية غير العربية. بس يعني أنا فخورة إن أنا أكون من ضمن فريق عمل اشتغل على أول برنامج للآر بي تي باللغة العربية. إن شاء الله يطلع للنور قريب، ادعولنا بس بالتوفيق. هحط في أول كومنت اليو آر إل بتاع البورد، هما راضين على كل الأسئلة اللي ممكن تيجي في دماغك. بس لو عايز تسألني وحسيت انك ممكن يعني في حاجة لسه مش حاسس انك عارفة قوي، ممكن تسألني، ممكن ارد عليك. متشكرة اول سماعكم.